اعمل دلوقتي مشروم مشوي. نقول على المكونات: مشروم، طماطم، خل عنب، ثوم، زعتر، صويا صوص، وهنحتاج عيدان خشب او لو في البيت فيه عيدان حديد يبقى كويس قوي. ابتدي الاول اجهز الصوص او التتبيله. ناخد فصين ثوم كده، عايزين نعمل تتبيله كويسه كده علشان تبقى ايه باينه في طعم المشروم. هنحتاج طبعا لو بنعمله على الشوايه يبقى خلاص هنولع الفحم وتمام، لو بنعمله في البيت على البوتاجاز يبقى لو في طاسه جريل دي بتبقى ظريفه جدا جدا جدا. اقطع الثوم كده صغير شويه على قد ما اقدر. احط ايه؟ ثوم، خل، والصويا صوص. هخلي شويه من الصويا صوص علشان في الاخر بعد ما بيستوي تحط الصويا صوص كده على الجريل او على الطاسه، بيطلع بيدخن وبيطلع دخان، والدخان ده بيدخل جوه المشروم بيديله طعم زياده. وهاخد زعتر، ناخد لنا كده عودين ثلاثه مثلا. طبعا الزعتر الفريش بيبقى القوه بتاع طعمه اقل من الناشف، فعشان كده هزود شويه. كده حلو قوي. زيت نباتي، مش هاخد ملح لان الصويا صوص خلاص قام بمهمه الملح، فمش محتاج احط ملح تاني. احط بس فلفل اسود، احط المشروم كله كده مع الطماطم وأقلبهم كويس مع بعض. المشروم بقى لذيذ قوي لو بيتحط عليه أي سائل بيمتص السائل جامد جدا، عشان كده بننصح حضراتكم ما تغسلوش المشروم بمية، علشان لما بيتغسل بمية بيبتدي بيشرب المية فبيغير النسب للطبخ. هحتاج دايما في كل واحدة اتنين عشان تبقى أسهل. يعني هاخد مثلا كده، هحط واحدة والتانية وعديها كده. ونفس الموضوع للطماطم، عشان كده كنت بقول لحضراتكم محتاجين نخلي الطماطم تخينة شوية، متقطعة تخين شوية علشان تمسك نفسها واقدر اعدي فيها عيدان الخشب بالمنظر ده. ادي واحدة والمشروم. خلي بالنا طبعا ايه من عيدان الخشب دي علشان ما تجيش في الايدين لانها مدببه وممكن تعور. كده كفايه، ادي واحد ونفس القصه. طبعا لو هنستعمل عيدان الخشب على الشوايه لازم جدا مهم ان احنا نخليها تبقى منقوعه في ميه حوالي تلت ساعه نص ساعه، عشان لما تتحط على الشوايه ما تتحرقش. وطبعا الجريلا سخنه، المفروض سخنه. هتقعد قد ايه على النار؟ زي ما حضراتكم تحبوا بقى، من اول دقيقتين ثلاثه لحد 10 دقائق لو عايزين تزودوا عليها قوي. وبما ان لسه في هنا من الخلطه دي، ممكن شوفوا حضراتكم الدخان اللي بيطلع ده هو اللي بقول لحضراتكم عليه، هو ده اللي زي ما نكون بنعملها سموكينج. سموكينج يعني بتبقى مدخنه. بما ان الجو كويس ممكن نحط شويه كده من الشبت.